بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله هناخد درس النهاردة بعنوان التناسب المتسلسل. التناسب المتسلسل ده درس سهل جدا جدا جدا، ما بيفرقش كتير عن التناسب العادي، بس هنا في ميزة بتميزه إن هو بيربط تلات كميات. بيربط كام كمية؟ تلات كميات، كمية ألف وكمية باء وكمية جيم. لما يبقى عندي ثلاث كميات ابقى عارف على طول ان ده تناسب ايه؟ متسلسل. بيجي مع الثلاث كميات بس؟ لا، بيجي مع كميات تانية، بس هنبدأ الاول بالثلاث كميات. الالف ده هو اسمه الاول المتناسب، يبقى ده اول متناسب. الباء ده هي اسمها وسط متناسب. امال الجيم ده هي اسمها ايه؟ اسمها الثالث المتناسب. اول ما يقول لي الف وباء وجيم في تناسب متسلسل، او اول ما يجي ويقول لي الف وباء وجيم ثلاث كميات متناسبه، ابقى انا عارف على طول ان الالف على الباء بيساوي الباء على الجيم. الباء اتكررت مرتين. طب ليه الباء اتكررت مرتين؟ لانه تناسب قلنا متسلسل. التناسب المتسلسل فيه عدد ربط السلسله بتاعتي، في عدد ربط الايه؟ السلسله. تعالى اعمل مقص كده، هتلاقي ان الالف في الجيم بتساوي مين في مين؟ بتساوي باء في باء، اللي هي بباء تربيع. يبقى انا عندي لما جيت اطبق الخاصية بتاعت التناسب اللي هو حاصل ضرب الطرفين، لقيته بيساوي حاصل ضرب الايه؟ الوسطين. ومن الكلام ده هلاقي ان الباء بتساوي موجب وسالب الجذر التربيعي للالف مضروبة في مين؟ في الجيم. طيب يلا بينا ناخد مثال. المثال بتاعي بيقول اوجد الثالث المتناسب للعددين نص وثمانية. سهلة جدا جدا جدا. اقول له ان الوسط المتناسب بيساوي موجب وسالب جذر حاصل ضرب العددين اللي هو النص في كام؟ في 8. ألاقيه بموجب وسالب 2. ناخد كمان مثال. المثال بتاعنا بيقول اوجد الوسط المتناسب للعددين 4 و9. اقول له كده هو الوسط المتناسب بيساوي موجب وسالب جذر التربيعي للأربعة مضروبة في مين؟ في التسعة، اللي هو بموجب وسالب كام؟ 6. خلصت المسألة. ناخد كمان مثال. المثال بتاعنا بيقول ايه؟ اوجد الوسط المتناسب الموجب للعددين 3 و12. نقول له على طول الوسط المتناسب، الوسط المتناسب بيساوي ايه؟ قال لي طبعا الموجب، يبقى السالب ما هوش موجود. اقول له الجذر التربيعي للتلاتة مضروبة في مين؟ في الاتناشر. الاقي اللي هو بجذر 36، اللي هو بكام؟ بستة. طيب كمان مثال. لو جه قال لي اوجد الوسط المتناسب للعددين ألف تكعيب باء تربيع وألف باء أس 4، الحل بتاعي هنقول له كده اهو ان الوسط بيساوي موجب وسالب الجذر التربيعي لحاصل ضرب العددين ألف تكعيب باء تربيع في ألف باء أس 4. نلاقيها بتساوي موجب وسالب الجذر التربيعي ألف تكعيب مضروبة في ألف، الأساسات متساوية، أجمع الأسس، بقت ألف أس 4. عندي باء تربيع مضروبة في باء أس 4 بباء أس 6. هنا لما باجي أجيب جذر الأسس قلنا بنجيب نص الأس، يبقى ألف أس 2 باء أس كام؟ 3، طبعا بالموجب والإيه؟ والسالب. المثال ده كده نحل أهو. طيب ناخد كمان مثال. أوجد الوسط الموجب للعددين 2 جذر 3
مضروبة في 6 جذر 3. نعمل كده على طول، اقول له الوسط الموجب بيساوي جذر 2 جذر 3 مضروبة في 6 جذر 3. طيب يبقى انا عندي جذر 3 في جذر 3 اللي هي بكام؟ ب3. الاتنين في 6 بكام؟ ب12. يبقى انا عندي جذر 3 في 12 اللي هي بكام؟ ب36. جذر 36 طبعا الجذر الموجب اللي هو بكام؟ ب6. المسألة كده خلصت. ناخد كمان مثال. لما يجي يقول لي إذا كان ألف وباء وجيم كميات متناسبة، اثبت أن 2 ألف زائد 3 باء على 2 باء زائد 3 جيم بيساوي ألف على باء. المثال ده سهل جدا، في طرفين، طرف أيمن وطرف إيه؟ أيسر. مسائل الإثبات أول ما أشوفها أنا بتعامل مع الطرف الأيمن لوحده وبتعامل مع الطرف الأيسر برضو لوحده كأنه جزء تاني. طيب الأول كده إزاي أنا هحل المسألة؟ أنا واخد على 4 كميات، إنما ال3 كميات دي لأ ما خدتهاش. هقول لك بسيطة خالص وسهل، اول ما اقول ما يقول لك الف وباء وجيم كميات متناسبه، ابقى انا عارف على طول ان الالف على الباء بيساوي الباء على مين؟ على الجيم، بيساوي ثابت اللي هو مين؟ الميم. طيب ابدا من الاخر، ادام تناسب متسلسل ابدا منين؟ من الاخر. طيب الجيم مفيش حاجه قبلها، يبقى الجيم زي ما هي بايه؟ بجيم. طيب الباء مين اللي قبلها؟ الجيم، اهي يبقى بتساوي الجيم مضروبه في ثابت اللي هو مين؟ مين. طيب الالف قبلها باء وايه؟ وباء، يبقى الالف بتساوي جيم ميم تربيع. ليه عملنا الكلام ده؟ عشان ده القاعده اللي هتساعدني في حل الايه؟ المساله. يبقى انا اول على طول بشوف في المساله كميات متناسبه و3 كميات، اعمل على طول ان الالف على باء بيساوي الباء على جيم بيساوي ثابت اللي هو مين؟ مين. اخر عدد بنفسه، اللي قبليه بيبقى ميم أس 1، اللي قبليه بميم أس كام؟ 2. طيب يبقى أنا الحل بتاعي هاخد الطرف الأيمن، الطرف مين؟ الأيمن، واكتبه أهو 2 ألف زائد 3 باء، عندي تحت 2 باء زائد 3 جيم. طيب أبدأ أشيل كل رمز حرف من دول وأحط القيمة بتاعته اللي احنا جبناها، يبقى أنا عندي 2 جيم ميم تربيع زائد 3 جيم ميم، تحت عندي 2 جيم ميم زائد 3 جيم. احنا خدنا بالنا ان في حروف بتتكرر معانا ولا ما خدناش بالنا؟ اه خدنا بالنا، برافو عليكم. يبقى احنا ناخد عوامل مشتركة. طيب مين العامل المشترك هنا؟ عندي الجيم اهي كررت هنا وهنا. طيب عندي ميم تربيع وميم، يبقى انا اخد فوق جيم ميم عامل مشترك، باخد الصغيرة، يبقى انا لقيت هنا فاضل عندي كام؟ 2. طيب ميم تربيع لما اخد منها ميم الاقي فاضل ميم زائد 3. تحت ناخد عندنا مين عامل مشترك؟ برافو عليكم، الجيم اهي اتكررت هنا وهنا، يبقى اخد الجيم بره عامل مشترك، الاقي فاضل لي 2 ميم زائد 3. المشترك فوق وتحت نطيره مع بعض، فاضل عندي في الطرف ده مين؟ ميم. يبقى انا عندي الطرف الايمن سوى ايه؟ ميم. طيب يلا بينا نتعامل مع الطرف الايسر. الطرف الايسر، الطرف الايسر انا عندي الف على باء. طيب الالف على باء، الالف بكام؟ بجيم ميم، برافو عليكم، اهو جيم ميم تربيع. طيب والباء بجيم ميم، نطير المشترك مع بعضه، الميم دي بتطير مع الأس، ألاقي فاضل عندي مين؟ ميم. طيب بص كده معايا وركز كويس، الطرف الأيمن سوى إيه؟ ميم. الطرف الأيسر سوى إيه؟ ميم. يبقى كده الطرفان متساويان، يبقى أنا عندي الطرف الأيسر بيساوي الطرف الأيمن بيساوي ميم. كده خلصت المسألة وخلص الإثبات بتاعها. سؤال جميل جدا. طيب ناخد كمان مثال. المثال بتاعنا ده هو سهل وبيجي في الامتحان على فكرة.
وفي فكرة بيقول لي إذا كان ألف وتلاتة وتسعة وباء كميات متناسبة. هنا كميات متناسبة أو في تناسب متسلسل، أوجد قيمة الألف والباء. مثال سهل جدا جدا جدا، على طول أبص هنا عندي تناسب إيه؟ متسلسل. أبقى أنا عارف على طول إن الألف على التلاتة بيساوي التلاتة على التسعة بيساوي التسعة على الباء. نركز كده ونشوف هتنحل ازاي المسألة. مسألة صعبة جدا جدا جدا، صح؟ لا سهل. ليه؟ انا عندي، شوف الطرف ده كده كامل ولا مش كامل؟ كامل. ايه رأيك لو خدته مرة مع الطرف ده وخدته كمان مرة مع ده، تبقى كده انحلت المسألة ولا ما اتحلتش؟ اهو بص كده، اهو الف على تلاتة بيساوي تلاتة على تسعة. اعمل المقص، نعمل المقص. طيب مين انضرب في مين؟ عندي تلاتة في تلاتة، يبقى دي في البسط. على كام؟ على تسعة. يبقى الألف ساوى تلاتة في تلاتة على إيه؟ على تسعة. تلاتة في تلاتة اللي هي بتسعة على تسعة، المقدار ده بيساوي كام؟ واحد. يبقى إحنا جبنا قيمة الألف ولا ما جبناهاش؟ أهو جبنا قيمة الألف، الألف بيساوي واحد. يلا بينا نجيب قيمة الباء. عندي كام على كام؟ تلاتة على تسعة بيساوي تسعة على إيه؟ على باء. طرفين في وسطين، ألاقي إن الباء بتساوي تسعة في تسعة على التلاتة. طيب تسعة في تسعة نبسط فيها التلاتة، تلاتة في تسعة اللي هي بكام؟ ب27. يبقى احنا جبنا قيمة الباء اللي هي بسبعة وايه؟ وعشرين. كده اتحلت المسألة. ناخد كمان مثال، اوجد العدد الموجب الذي إذا طرح من الكميات تلاتة وسبعة وتسعتاشر فإنها تصبح متناسبة. طيب المثال ده مثال جميل، مثال جميل جدا جدا جدا. أول ما أشوفه كده أهو، أوجد العدد الموجب الذي إذا طرح، طرح أهو وعدد موجب ماشي من الكميات تلاتة وسبعة وتسعتاشر، كلام جميل. ده تناسب عادي ولا متسلسل؟ كم كمية؟ تلاتة. يبقى ده تناسب إيه؟ متسلسل. طيب يعني ايه تناسب متسلسل؟ يعني الاول على التاني بيساوي التاني على مين؟ على التالت. هو هنا المسألة بتاعتي قال لي العدد الايه؟ الموجب. يبقى العدد الايه؟ الموجب اللي هو س. اذا ايه؟ طرح من الكميات، يبقى انا عندي الكميات بتاعتي 3 ناقص س و 7 ناقص س و 19 ناقص س. ثلاث كميات كده اهم، 3 ناقص س، 7 ناقص س، 19 ناقص ايه؟ س. قلنا تناسب متسلسل، يعني الاول على التاني هيساوي التاني ده هو على مين؟ على التالت. يبقى 3 ناقص س على 7 ناقص س بيساوي 7 ناقص س على 19 ناقص ايه؟ س. تعالى يلا نعمل طرفين في وسطين اهو. مقص على طول. طيب مين هينضرب في مين؟ اهو تلاتة ناقص س هينضرب في 19 ناقص س. الناحية التانية فيها 7 ناقص س مضروب في 7 ناقص س. يلا بينا نضرب المسألة بتاعتنا. تلاتة في 19 ب57، تمام كده. ناقص تلاتة في س ب3 س، ناقص س 19 ب19 ايه؟ س. س في س بس تربيع، طبعا س في س بس تربيع موجب بتساوي هنا من الطرف الثاني 7 في 7 ب49. عندي 7 في سالب س بسالب 7 س. هنا نضرب دي في دي، سالب 7 سالب س في 7 بسالب 7 س، سالب س في سالب س بموجب س تربيع. هنا س موجبة، س هنا ايه؟ موجبة، س تربيع. نطير دي مع ايه؟ مع دي. نبدأ تجميع المسألة بتاعتنا. انا عندي هنا 57 ناقص 22،
22 س اللي هي سالب 3 وسالب 19 ب 22 س بتساوي الطرف ده فيه 49 سالب 7 وسالب 7 بسالب 14 س. يلا نرتب المسألة بتاعتنا، نخلي الأرقام في طرف والسينات في إيه؟ في طرف. أنا عندي هنا 57 أجيب لها 49 بعكس الإشارة، أهي بقت سالب 49 بتساوي الطرف التاني هنا فيه سالب 14، إيه رأيكم لو ودينا له سالب 22 بعكس الإشارة؟ يبقى أنا بقى عندي 22 س ناقص 14 س. نبدأ طرح المسألة بتاعتنا، 57 ناقص 49 8، 22 ناقص 14 برضو 8 س. طيب كده بقت معادلة، بقى عندي 8، 8 بتساوي 8 س، اللي مع السين بنقسم عليه، يبقى أنا عندي 8 على 8 اللي هي بواحد، يبقى واحد بيساوي س، السين بتساوي واحد. ناخد كمان مثال، مثال سهل جدا وبسيط، اوجد الثالث المتناسب للكميات 3 و9. فين التالت؟ التالت فين؟ احنا خدنا الوسط سهل ان احنا نجيبه، طب التالت اسهل ما يكون، ادي اول ادي تاني ادي تالت، نفترض ان هو مين؟ سي. طيب يلا بينا نحل، يبقى انا عندي 3 على 9 بيساوي 9 على مين؟ على س. يلا طرفين في وسطين، بقى عندي كده 9 في 9 على كام؟ على 3، يبقى 9 في 9 على 3 ده بيساوي مين؟ الس. ايه رأيكم كده؟ فضل كام؟ 3، يبقى 3 في 9 بكام؟ 27، يبقى الثالث المتناسب بيساوي كام؟ 27. لحد هنا خلصنا درس التناسب المتسلسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.